السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا عندي واحد طريف ديال الثوب وعوز ديال بوبلين، وغادي نصاوب ان شاء الله به وحطاب لي الريمه. طبعا هذا الموديل غير بغيت نوريه لكم لان ريم كيفرضوا عليهم يعني طابلي موحده كيشريوها في المدرسه، يعني ما هذه غير غنوريها لكم وصافي. هذا الطرف هذا لقيتو قلت علاش لا ما شاركش معكم. هذا الطابلي سهله جدا بالنسبه للناس اللي بغاو طابلي ولكن تجيهم سهله باش يصاوبوها. غادي ناخذ هذا الطرف كما كتشوفوا، انا ما عنديش فيه متر ونص، يعني يلاه فيه مترو و17 على 58 في العرض ديالو. طبعا غادي نستعملو غير نص مترو، يعني نص متر راه كافي. غندوز نطوي الثوب بهذه الطريقه، هذه لابطول ديالو. ثم غادي نطوي على أربعة لأن عندي دائري عادي، عندي فيه تقريبا سبعة سنتيم، كنزلو دائما بثلاثة أو اثنين ونصف على حسب. نقطع من بعد غادي نحل باش نفتح باش نقور القدام. بالنسبة للكتاف عندها تقريبا 28 في المجموع، 28 طبعا ما غاديش نوضع النصف ديالها اللي هو 14، غادي نقص لان باش يتم فيهاش الكمام. غادي ندير تقريبا 13، غادي ننزل هنايا تقريبا ب 2 سنتيم باش تجيني هكا، يعني ندير خط بهذه الطريقه هذه. من هذا راس الكتف غادي ننزل تقريبا 16 سنتيم، يعني 16 سنتيم غادي نوضع علامه، لكن غادي نجي من قبل الصدر عندها 18 غادي نوضع علامه هنا، لكن 18 بالنسبه للخياطه لو كان كنت غادي نخيطها، لكن هذه غادي نديرها يعني مسدوده من الجناب غير بالسنتات. غادي نقص تقريبا سنتيم ونص او 2 سنتيمات على العدد اللي عندي في الصدر عاده، وغادي نجيب خط هكا، يعني غادي دائري غير واحد شويه وغادي يهبط يعني هكا لان ما غاديش نخيطها. نفس القياس اللي عندي هنا غادي نوضعه هنا، نمشي بخط متواصل حتى لهاد البلاصه هذه. نقطع دابا بهذا الشكل. طبعا الطول تقريبا نقص واحد جوج سنتيمتر على هذاك الطول اللي عندي هنا. طبعا هنا غادي نمشي بشكل دائري، يعني بهذه الطريقه هذه هكا نمشي دائره هكا. يعني ما نخليهاش بوينتي، من بعد غادي نفتح وغادي نقور الكول. الكول عندي فيه تقريبا 12 سنتيم هي هادي، ونمشي بشكل دائري هكا حتى نوصل لهاد النقطة هادي. معليش واخا تكون واسعة شوية لأن هادي يعني طابلي، فكنكون وصلت طابلي عادي كما قلتلكم هي عادي. هذاك هو هذا هو الخلف وهذا الأمام. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السورجي، الطريقه اللي كندير فاش قبل ما تكون عندي الماكينه هي انني كناخذ الخياطه كنخيط على الوجه، يعني كنخيطو على وجه الثوب، وغادي نحيد هاد لامارج هادي، هاد الزائد هنايا غادي نحيدو باش ندفن لداخل وما كيبقاش عندي يعني المشكل ما نحتاجش للسورجي. من بعد غادي نقلب وعاد نخيط هنايا، يعني هذا دابا الظهر غادي نخيط ونوريكم كيفاش نفينيو. كما كتلاحظوا الا درتو هذيك الخياطه اللي وريتكم يعني كتخيطوا هكا راه كتعطيكم لا فينيسيون وما تحتاجوش نهائيا لا سورجي ولا زيكزاك ولا حتى شي حاجه. كما كتلاحظوا هنايا يعني كنخيطوا ونعاودوا نرجعوا. من بعد كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا تزيدوا خياطه فوق منها هكا هنا باش كتثبت. سيروا لاحظوا القمايج ديال الرجال غتلقاهم كلهم مخيطين بهذه الطريقه هذه، لان ما كيستعملوا فيهم لا زيكزاك ولا سورجي، خصوصا الماركات العالميه كل شيء فيهم هاد الخياطه المدفوعة.
مدفونه، ما عدا بعض القمايج كنلقاهم في الجوطيه، يعني كتلقاو يعني اللي مصاوبهم هاوي القمايج، ما كيكونش محترف، ما كيديرش هذه الخياطه، كيدير طبعا كيدير السرجي او باش يسهل على راسو، لكن القمايج كاملين ديال الرجال يعني المزيانين كتلقى فيهم هذه القضيه، وكيرجعوا يعاودوا يخيطوا فوق منه. هنايا جينا بحال هذا الشكل، يعني مفينيه وفي نفس الوقت من الداخل ما عندناش مشكل، يعني مخيطه مزيان. بالنسبه للكول انا موديفيتو شويه، يعني وسعته شويه، لان راس بنتي كبير كما كتلاحظوا، وسعته شويه حيت ما كاينش حدايا باش نقيس لها، لكن نتوما ضروري يعني تقيسوا لولادكم الكول قبل ما ديروا البيي. دابا غادي ندوز ندير البيي، طبعا غادي ندير البيي على كيما قلت لكم على الدوره كاملها ديال هذا، يعني ندورو كامل البيه على اللبسه. غادي نرجع نوريكم فين غادي نديرو الحزامات. بالنسبه للخياطه ديال البيه، بما ان هذا الثوب هذا كيبين، يعني ماشي ضروري انكم تخيطوا وتعاودوا تحلوه وتعاودوا تخيطوا فاش كيكون الثوب كيبين لكم هذيك الحاشيه كما كتشوفوا، كتبان الحاشيه اللي غادي نخيطوا، يعني ماشي ضروري نخيط ونعاود نخيط هكا، كنوضع ونشد مزيان شي بشويه عليا الجانب هكا، كان خصو يبان لي وما نجيب بدلاتو لا بيا، نمشي غير بشويه بهاد الطريقه هادي. فاش نوصل لهنايا غادي نخلي واحد تقريبا واحد سنتيم ونقطع، ونجيب هذا نحلو هكا، غادي نفتحو ونطويه هاد الطريقة هادي هاكا، عاد غادي نحط هذا تحت، يعني تحت منو غنحط هذا هنا لتحت هاكا بهاد الطريقة، غادي نطويه ونعاود نطويه بهاد الشكل هذا، نتمنى يكون واضح لكم هاكا، عاد نجيب هذا فوق منو هنا بهاد الطريقة هادي، ونفس الطريقة الأخر نطويه حتى هو على جوج ثم على أربعة باش نخشي هذا الطريف هذا، مخصوش يبقى هاكا، يعني هاد الجزء هذا شويه صعيب، كما غادي تحاولوا معاه تقدروا دوزوا المصلوح، يعني تقدروا دوزوا عليه المصلوح حتى يتشد لكم مزيان عاد تخيطوا، لان شويه كيمحن هكا هكا، يعني نشدوا بيدي حيت هنا بهاد الطريقه هذه، من بعد ندخل هذا هنا بهذا الشكل، وغادي نشدو هاكا، شدو مزيان بيدي باش كيتطوى هذاك الثوب وكيشد بلاصتو بهاد الطريقة هادي هاكا، عاد نمشي ندوز الخياطة هادي، طبعا إلا كانت شي حاجة خارجة خصني نقفلها يعني بهاد الشكل هذا، يعني تقريبا رانا ما تقنتوش مزيان لان الكاميرا مزحماني، لكن معليش صافي. دابا غادي ندوز نفس الطريقه، غادي نمشي بها البيي كامل على الدوره كامله كيما كتشوفوا، مني وصلت لهنايا حبس باش غادي ندير علامات هنا وفي الجهه المقابله كذلك، باش البيي غادي ناخذ طريفات ناخذ من هنايا من الجهه الاخرى، وغادي ندير طريفات نخيطهم باش يكونوا حزامات لللبسه من الجناب، يعني غادي ناخذهم قد قد، ناخذ جوج من بعد غادي ناخذ اربعه، يعني جوج هنا جوج هنا هاد الحزامات، وجوج هنا وجوج هنا وجوج هنا، باش غادي نخيط هذا بعدا بوحدو، غادي يتخيط يتسد يولي حزام هنايا، من بعد غادي نجيب هنايا وغادي نكون فاش نكون كنخيط ندوز عليه الخياطه، يعني غادي نخيط عليه هكا فاش نكون كندور. كما كتشوفوا الطبليه كتجي عندي بحال هكا، راه هي سهله ما صعيبهش في الخدمه، فقط البيي كياخذ شويه الوقت. حاجه وحده غادي نزيدها، بما انني درت البيي بالابيض، عندي هاد التوب امبيربيابل، يعني توب ما كيدوزش الماء وكيتحمل يعني الوسخ، عندي هاد الطريف غادي ندير به دوك لي فوس مونش للري باش تحافظ على الكمام ديال حوايجها، بما ان هاد الطابليه هادي ما فيهاش يعني الكمام، تقريبا فيه واحد 37 سنتيم على 16 سنتيم، غادي نقسمو على اثنين
اول حاجه غادي نسدو من الجنب، يعني غنسدو من هنايا نسدهم بجوج نخيطهم من هاد الجنب. من بعد غادي ندير الثنيه هكا باش نوضع لاستيك. المهم انتم غادي تشوفوا معايا. بالنسبه لهنا من بعد ما خيطتهم بانوا لي كبار، يعني غادي نقصهم شويه في العرض. هنايا غادي ندير فقط واحد 12 سنتيم باش يجيو لاصقين، ما يدبوهاش في يعني فاش تلبسهم. ندير غير 12 سنتيم ندوز فيها ندوز عليها الخياطة، من بعد نقطعو نفس الطريقة. لا ندير الاخر بلاستيك بيض نطويه على زوج على القياس الدورة ديال الريم. انا غندير استيماسيون، غادي ندير بالتقريب لان الريم ما كايناش، يعني ندير باش تدخلو في يديها وما يضرهاش. تقريبا هنا قطعت وندير خمسة وندير ربعة، ما قلتلاش خمسة، وندير ربعة ديال لاستيكات، ندير ربعة من هادو جوج كيكونو الفوق وجوج لتحت بحال هكا. غادي ندوز نخيطهم مع بعضياتهم هما اللولين، عاد ندوز نخشيهم هنا، نخشيهم هنا ونخيط كما وريتكم يعني في الطريقة ديال السراول. الطريقة اللي كندير السراول ما نشدش لاستيك باش ما يعدمنيش، حتى من بعد الا بغيت نعاود نخيط فوق منو نخيط. كما كتشوفوا انا درت ثلاثه د الحزامات هي واحد جوج. بقات لي حاجه اخيره وهي الجيب، غادي نحيدو من هذا الجانب هذا الجيب. غنديرو بهذا الشكل هذا كبير، لكن غادي نخيطو من هذا الوسط هذا. غندوز ندير له البي، غادي ندوز ندير له البي في هاد الواجهه هادي في الفم الفوق، يعني غنديرو هكا ومن بعد ندورو عليه وغادي ندوز نخيطو عادي. يعني الخياطه ديالو راه سهله الجيب، يعني ما كاينلاش نصورو لكم، فقط غادي تخيط بوحدو بالبي عاد من بعد يتفيكسا هنايا، وغادي نخيطو في الوسط باش يعطيني جوج جياب. خيط له البي كما كتشوفوا، غادي نديرو في الوسط هكا. من بعد غادي ندوز بالخياطه من الجنب هنايا باش يتشد مزيان، وواحد الخياطه في الوسط كما كتشوفوا كتجي الطابلي بحال هكا، يعني كما كتشوفوا الوزره ديالي كتجي بحال هكا، يعني فيها جوج جيب هكا. بالنسبه لهادو طبعا اللي كيحافظ راه غادي تبقى تخشيهم هنايا، يعني اللي كتحافظ على الحوايج ديالها باش ما يتجلاوش راه طبعا غادي ياخذهم ويطويهم يديرهم في الجيب حيت يحيد الطابلي. لكن بما ان ريم كتجلي دائما كلشي كتجليه، لي غون كتجليهم، التقاصر كتجليهم، وكنظن حتى الاطفال كلهم اغلبيه هكا. غادي ندير لها واحد الفكره كنت درتها لها ملي كانت صغيره في الروض، يعني فاش يلاه دخلت للروض كنت صوبت لها واحد الموديل. مازال ان شاء الله نتفكروا وبالقياسات بالضبط ونعاود نحطو لكم من بعد. الفكره اللي كنت درت لها هو انني خديت لاستيك بهذه الطريقه هذه على قد يعني من جهه الكتف للبلاصه المرفق لهنايا، المرفق ديالها لهنايا تقريبا بحال هكا، وخيطتهم. انا نوريكم كيفاش، لان الاحسن ديرها نفس الطريقه باش ما يبقاوش يتجلاو هادو، يعني حيت تحيد الوزره يبقاو لاصقين فيها. يعني هاد الفكره هذه اللي بغى يطبقها يطبقها خصوصا الاطفال الصغار. كناخذ من هاد لتحت هذا من هنا، غادي نخيط لاستيك بهاد الطريقه هذه. من بعد غادي نخيطو نثبتو في هاد المونش هذه، في هاد الكم هذا، في هاد الفوس مونش، يعني غادي يبقاو هكا باش ما يبقاوش يتجلاو. لا انا نخيطهم نوريهمكم. كتشوفوا يعني بهاد الشكل هذا، كما كتشوفوا يعني بهذا الشكل هذا، هاد لي فوس مونش ما يتجلاوش. يعني كما قلت لكم هذا الموديل درتهم شحال هذه بواحد الطريقه اخرى، وهاد لي فوس مونش لصقتهم هكا والحمد لله ما كانوش كيتجلاو لان لاصقين. غير غادي نزيدها هي هاد البلاكه هذه، كانوا يوصلوني من بانكود زوينين، مكتوبه هي خشبه بالخشب ومكتوب فيها هاند ميد، هي غوز. غادي ندوز نخيطها هنايا يعني في هاد البلاصه هذه، خيطها عادي باش تعطيني جماليه اكثر للطابلي ديالي.
كما كتشوفوا الطابو اللي جا في حالات الشكل هذا، هذه الفكره هذه اللي قلت لكم ديال اللاستيك هنا راه مهمه لانها كتحافظ على هاد لي فوسمونش ما يتجلوش، وكذلك هاد الثوب هذا هو كيسخن صراحه شويه، ولكن اللي مزيان فيه هو انه سهل باش يتمسح. المهم هاد لي فوسمونش راه مهمين للاطفال خصوصا فاش تكون الطابلي دايره بحال هكا يعني بلا كمام. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديالها، راه سهله جدا، راه ماشي شي حاجه صعيبه. هادشي اللي نقدر نقول لكم، نتمنى هذا الموديل يعجبكم وتنفذوه للاولاد ديالكم لانه كيجي للبنات والدراري نفس الموديل، فقط اللي كيتبدل هو انكم غتبدلوا اللون عوض الغوز كيتدار الازرق. وطبعا هذا بالنسبه للوليدات الصغيرين، اما الكبار راه طبعا كيتشرطوا كيبغوها طابليه كامله. نتمنى نكون فدتكم، ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه ودعمها باش نزيد ان شاء الله نشارك معكم موديلات جداد. الى اللقاء.